الموقف بكل اختصار، واقفين عند الكاونتر عشان نعمل تشيكن، فقالتنا واحدة، قالت لي انت رايح القاهرة؟ قلت لها رايح القاهرة. قالت اذا ما عندك وزن زايد هذا الشنطة اريدك تاخذها معاك لان عندي وزن زايد. فانا بكل لطف اعتذرت منها، قلت لها عندي وزن زايد لكن ما اقدر اخذها. قالت عندي وزن زايد، قلت لها معلش ما اقدر اخذها. ليش؟ لان في النهاية الشنطة راح تروح باسمي، والشنطة مغلفة ما اعرف ايش داخلها. فلما توصل مصر او اي دولة الشنطة باسمك أي شيء فيها يخالف أنت اللي راح تتعاقب وتتحاسب. فانتبهوا كثير لهذا النقطة، ونبهوا أهلكم حباكم، الحين صيف والناس كثير تسافر، فهذا دائما تصير في المطارات، أنك تتوصل وماخذ شنطة تحت فيها ممنوعات أو شيء أنت اللي راح تتحاسب. الله يحفظكم ودعواتكم لنا بالتوفيق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.